الشهر ده هو شهر العروسة. خلونا الشهر ده نتعرف ازاي العروسة ممكن تهتم ببشرتها علشان تبان بشرتها نضرة يوم فرحها. كمان عندنا ميزة حلوة قوي الشهر ده، عندنا مجموعة الأوبتيمالز كلها نازلة للبشرة، عندنا نازل البشرة الدهنية، للبشرة الجافة، للبشرة العادية والمركبة. يعني اي عروسة هيناسبها مجموعة الأوبتيمالز بمختلف البشرات، لو بشرتك دهنية هتلاقي حاجة تناسبك، لو بشرتك جافة هتلاقي حاجة تناسبك، ولو بشرتك عادية او مركبة برضو هتلاقي اللي يناسبك. طب ايه اللي بيميز مجموعة الأوبتيمالز؟ اللي بيميز مجموعة الأوبتيمالز ان هي باللينجون. اللينجون ده هو التوت وورق التوت. طب التوت وورق التوت ده بيميز بيعمل ايه للبشرة؟ ده فيه مضادات اكسدة، يعني بيدي نضارة للبشرة وفي نفس الوقت هيخلي بشرتك ما يظهرش فيها التجاعيد. طول ما انت بتحافظي على بشرتك بتأخري ظهور التجاعيد مع الوقت مع السن. المجموعة دي كمان بالأكسجين، احنا كجو محتاجين، كله مليان تلوث، بنبقى محتاجين ان احنا البشرة تتنفس احسن وتمتص اكسجين احسن من الجو، فالمجموعة دي بتساعد ان بشرتك تمتص اكسجين احسن من الجو. زي ما قلنا كل مجموعة منهم بتناسب بشرة مختلفة. لو انت بشرة دهنية، وطبعا المجموعة دي كلها لسن ال20 فما فوق، لو انت بشرة دهنية هتقدري تستخدمي مجموعة الأوبتيمالز الخضراء. المجموعة دي فيها المنظف، المنظف هنا منظف رغوي، منظف رغوي ليه؟ لان انا كبشرة دهنية محتاجة اخلص البشرة من الدهون الزائدة اللي عليها. بستخدمها ازاي؟ ببل وشي وبعدين باخد الرغوة وبعدين ابتدي اعمل بيها ارغي على بشرتي وبعدين بشطف بشرتي، بعد كده بستخدم كريم النهار وكريم الليل بالليل. كريم النهار حلو جدا لانه اولا بيرطب البشرة، بيقلل نسبة افراز الدهون في البشرة، اما كريم الليل فهو مغذي للبشرة وبيساعد على تجديد خلايا البشرة. لو انت بشرة جافة هتستخدمي المنظف الملك. المنظف الملك بستخدمه ازاي؟ بستخدمه بالقطنة. الاول بنظف وشي بالقطنة بالمنظف، بحط المنظف الملك على بشرتي بعدين بنظف وشي بالقطنة، بعد كده يفضل ان انا اشطف وشي. طيب وبعدها اقدر استخدم كريم النهار بالنهار وكريم الليل. كمان المجموعة بتاعت البشرة المركبة، البشرة المركبة عندنا برضو المنظف هنا رغوة، لكن الرغوة هنا ناعمة جدا، وبعدين برضو عندنا كريم النهار وكريم الليل. ما تنسوش التونر، التونر خطوة مهمة جدا بعملها بعد اي منظف من المنظفات الثلاثة. الميزة ان التونر اللي نازل لنا الشهر ده هو التونر الازرق. التونر الازرق في ميزة حلوة قوي انه يناسب اي بشرة، لانه هو للبشرة الجافة والمركبة، فاقدر برضو استخدمه انه يناسب اي بشرة. فبعد ما بستخدم المنظف الرغوي سواء بتاع البشرة الدهنية او المنظف الملك، بستخدم التونر على قطنة، بحطه على قطنة وبمسح بشرتي من تحت لفوق. لو احنا استخدمنا الخطوات دي بعد اسبوعين من استخدامك للخطوات دي بشرتك هيبقى فيها نضارة، هتبقى منورة يوم فرحك، والف مبروك.